في هذا العدد من انترفيو نحن في أوميغا دبي مونلايت كلاسيك، وانضمت إلينا لاعبة الغولف المحترفة إيمي بولدن. إيمي، كيف كانت التدريبات؟ الاستعدادات جيدة حقاً. أنا هنا منذ أسبوع أستعد للعبتي وتحضرت. أنا أستمتع هنا. قولي لي كيف دخلت الغولف؟ أعني لقد حظيت بمسيرة هواة رائعة جداً والتي بدأت أعتقد منذ أن كان عمرك 13 سنة. نعم، مثلت ويلز التي أنحدر منها لأول مرة. قدمت منها عندما كنت في 13 من عمري. عندما لعبت الغولف لأول مرة كان عمري حوالي 6 سنوات. نشأت وسط بيئة تحب الغولف. والدي يحترف الغولف. شقيقتي كانت محترفة في نادي أبوظبي الوطني للغولف. هنا نعم بالتأكيد لم يكن لدي خيار سوى الغولف، وأنا أحبه. أنا محظوظة جداً. لقد أصبحت محترفة في سن 21. كيف كانت هذه النقلة؟ نعم، لقد وجدت عملية الانتقال سهلة للغاية. شعرت وكأنني فعلت ما أريد في لعبة الهواة، ثم ذهبت إلى مدرسة كيو ولم أحصل على بطاقتي الكاملة، لكن تلقيت دعوات ولعبت جيداً. حصلت على بطاقتي من هناك، ومن الجنون أن أعتقد أن هذا يقترب من نهاية موسمي السادس في الجولة. أعتقد في 2019 كان لديك انخفاض طفيف في الأداء، لكن في الواقع كان لديك نوع من المرونة الويلزية. لقد عدت وفزت بأول بطولة للسيدات في سويسرا في سبتمبر. قررت أن ألعب في أمريكا. لعبت في جولة سيمترا وأردت المزيد من الخبرة، وانتهى بي الأمر بفقدان بطاقة جولتي في بطولة السيدات الأوروبية، وكان علي أن أعود إلى مدرسة كيو. كان ذلك صعباً، لكني تجاوزت الأمر وتمكنت من الفوز والعودة إلى نسق البطولات بالعمل الشاق، وهذا كان خلال الإغلاق العام في المملكة المتحدة. ولحسن الحظ صديقي هو مدربي، وهذا ساعدني. وسط أجواء عائلية. نعم، تدربت جيداً في المنزل وحصلت على أول فوز قبل أسابيع. كيف كان الشعور أن تلامس قدميك الملعب مجدداً؟ نعم، أعتقد أنه كان مصدر ارتياح جيد. فزت بتلك البطولة لأنني لعبت جيداً، لكنني لم أشعر بأنني قدمت أفضل ما يمكن. من الإيجابي معرفة إمكانية الفوز. عندما نحقق الفوز الأول نعتقد أن كل شيء على ما يرام. لقد لعبت جيداً طوال الأسبوع، لكن من الرائع أن نتخطى العقبة الأولى. في الرياضة، ما مدى أهمية أن تكوني قادرة على التعافي والعودة؟ أعني أن تكون لديك تلك الحالة العقلية حيث تفكرين وتقولين أعلم أنني أستطيع القيام بهذا. هناك الكثير من القصص الرائعة في الرياضة وبالتأكيد في لعبة الغولف. تنظر إلى من فازت ببطولة AIG البريطانية المفتوحة للسيدات هذا العام، صوفيا بوبوف التي عانت من الإصابات وفكرت في التخلي عن اللعبة. عليك الاستمرار والاجتهاد في الملعب. كيف هو الأمر أن تكون أنثى فيما ينظر إليه تقليدياً على أنه رياضة يهيمن عليها الذكور؟ أعتقد أنني نضجت. كنت لاعبة الغولف الوحيدة في النادي باستثناء شقيقتي، لذلك تعتاد على نشأتك مع الذكور. هذا ساعدني على التطور سريعاً، لأن الذكور كانوا دائماً أفضل بكثير. كانوا دائماً يضربون الكرة أبعد مني، لذلك كنت أحاول مواكبة ذلك. هل تعتقدين أن الرياضة تعالج المساواة بين الجنسين؟ هل رأيت أنه تغير الوضع خلال السنوات الماضية؟ نعم تماماً. لديك الآن أسماء نوادي غولف كبيرة اعتادت على عدم السماح للنساء بلعب الغولف أو الدخول إليها، ويمكنك رؤيتهم يغيرون قواعدهم، حتى أنك ترين أشياء مثل قواعد اللباس، وكل شيء يتغير بالنسبة للنساء أيضاً. لذلك أعتقد أنه كان هناك تحسن كبير خلال العامين الماضيين. حدث تغيير هائل في المملكة العربية السعودية، وأنت ستذهبين بعد الانتهاء هنا. ما هي أفكارك حول التحول؟ كما تعلمين، السماح للسيدات بلعب الغولف لأول مرة، هذا عظيم، يعني أخبار عظيمة. أعتقد أن أكون من أولى الرياضيات المحترفات للنساء هناك أمر مثير بالنسبة لهن. أنا سفيرة لغولف السعودية وأنا فخورة بذلك. ذهبت إلى هناك عدة مرات. أنا متحمسة لتجربة الفتيات لملاعب الغولف هنا. أعتقد أنهن سيحبونها. نحن هنا في ملعب الإمارات في مسابقة ستشاركين فيها على ضوء القمر. ما هو الاختلاف خلال اللعب في الليل؟
الأمر مختلف جداً. كانت تجربتي الأولى العام الماضي. الانتقال من اللعب تحت ضوء النهار إلى تحت الظلام مع استخدام الأضواء الكاشفة، هذا هو الجزء الأصعب، لكنني أعتقد أنها ستكون مثيرة. لقد لعبت جولة تدريب مساء أمس في الظلام وتطلب الأمر أن أتعود. أعتقد أنها فكرة ممتعة، إنها تجعل الناس يتحدثون عن حدث مختلف بعض الشيء. الجولف في دبي شيء كبير، لماذا نقوم بذلك بشكل جيد هنا وكيف هي المرافق؟ لقد لعبت في أفضل الدورات التدريبية حول العالم. أجل، ومن الأفضل أن يكون الطقس جيداً هنا. غالباً ما تكون حالته، جميع ملاعب الجولف مذهلة هنا أيضاً. أميل إلى القدوم إلى هنا في فصل الشتاء عندما لا يمكن اللعب أو التدريب في المملكة المتحدة. أحب القدوم إلى الشرق الأوسط للعب، إنه المكان المثالي، وبمجرد انتهاء عيد الميلاد سأعود إلى دبي. كنت أتي إلى هنا منذ كنت في 16. كيف أثر كوفيد على اللعبة؟ أعتقد أنه حين دخلت المملكة المتحدة في حالة إغلاق لأول مرة كان الأمر صعباً للغاية لعدم القدرة على الذهاب إلى الملعب. أعتقد أن الجميع استفاد منها إلى حد ما. لقد رأيت صعوبة الحصول على عشب اصطناعي يمكن وضعه على السجادة، لأن الجميع كان يشتريه لوضعه في حدائقهم. أعتقد أن فيروس كورونا شوق الجميع للعبة الجولف. أعتقد أن الخروج من هذا الظرف كان أمراً إيجابياً حقاً. كيف كانت رؤيتك لتنظيم الدورات بشكل جيد في هذا الظرف؟ من حيث التباعد الاجتماعي والتأكد من أن الناس يرتدون الأقنعة وأن كل شيء معقم، هل جعل ذلك الأمور أسهل بالنسبة لكم؟ تماماً. أعلم أن الكثير من الناس كانوا حريصين جداً على العودة للسفر. إننا نسافر في كل مكان ونتواصل مع الآخرين، لكن كل بطولة لعبناها كانت منظمة جيداً، ويبذل المنظمون قصارى جهدهم للحفاظ على سلامتنا، ودائماً ما نطبق التباعد الاجتماعي ونرتدي الأقنعة دائماً. نجري اختباراً أسبوعياً قبل اللعب. إننا بين أياد أمينة. ما هي النصيحة التي تقدمينها للفتيات الصغيرات اللواتي يتطلعن إلى مسيرة احترافية في عالم الجولف؟ إذا كنت تشاهدين هذه المقابلة فأنا هنا تحت أشعة الشمس في دبي، لذلك لا أحتاج إلى قول الكثير. إننا محظوظات لأننا نسافر حول العالم ونأتي إلى بعض الأماكن الرائعة. يتم الاعتناء بنا جيداً، وأتذكر أن والدي أرسلني إلى ملعب جولف في منطقة باردة جداً. الأمر يستحق التدريب والعمل الجاد. عندما نصل إلى نهاية البطولة نحظى بوقت ممتع. حسناً، حظاً سعيداً في المنافسة إيمي. شكراً جزيلاً على التحدث إلينا اليوم.